هذا وتواصل اللجنة الأمنية لبعثة مملكة البحرين للحج عملها، حيث قامت بوضع الخطط الاستباقية المتعلقة بالأمن والسلامة في مواقع سكن الحجاج في جميع المشاعر المقدسة، كما تقوم بصورة دورية على فحص اشتراطات السلامة والتأكد من جميع المعايير اللازمة في المشاعر والتحقق من استصدار التصريحات الأمنية بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية البحرينية للحج الرائد محمد عبد الرازق المرباطي. مساء الخير الرائد محمد، ويعني لو تحدثنا عن مدى استعدادات اللجنة الأمنية لبعثة الحج وأبرز المهام التي تقومون بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. مساكم الله بالخير، حاب أني أولا أشكركم على هذه المداخلة الهاتفية وإتاحة الفرصة لي. طبعا نحن في بعثة مملكة البحرين للحج وعلى وجه الخصوص اللجنة الأمنية بتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية حريصين على أمن وسلامة الحجاج البحرينيين في المساكن والمشاعر المقدسة حتى يعني يؤدون مناسك الحج ويعودون إلى مملكة البحرين بأمن وسلام. طبعا ومن أهم مهام اللجنة الأمنية في الديار المقدسة حفظ الأمن والسلامة، القيام بفحص مقرات حملات الحج والمشاعر المقدسة من أعضاء اللجنة في مشعر عرفة ومنى ومزدلفة، وأيضا توزيع التصاريح الخاصة لمركبات الحملات لدخول المشاعر المقدسة لتسهيل حركة مرورهم أثناء فترة الحج، وأيضا توزيع مطويات إرشادية الأمنية الخاصة بالحج، وتوزيع أساور للحجاج لقطار المشاعر على الحملات لسلامة الحجاج في مخيم عرفة ومنى. ومن المهم أيضا القيام بالتعاون مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع الحجاج الغير نظاميين والغير مستوفين الشروط، وأيضا نتابع كل احتياجات الحملات في الأمور من الأمور الأمنية وتصاريح الخروج للحجاج وإداريين البعثة مع الشؤون الإسلامية والأمن بجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي. نعم. وهذه أيضا من أبرز يعني هذه من أبرز مهام اللجنة الأمنية، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق مع جميع لجان بعثة مملكة البحرين في خدمة الحجاج بإذن الله. نعم، من مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية البحرينية للحج الرائد محمد المرباطي، شكرا جزيلا لك.